أنا دكتور مدحت الحصري، استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي بمركز أبحاث أمراض الكبد بكفر الشيخ. بيسعدني أن أشارك في البرنامج من خلال الكلام عن فيروس سي اللي مصر حققت فيه إنجاز كبير في علاجه. وبعد ما كنا المرتبة الأولى في العالم في نسب الإصابة، الحمد لله بقى الوضع اختلف تماما عندنا في مصر. السؤال اللي بيسألوه المرضى وأهالينا، أحافظ على نفسي إزاي عشان ما يجيليش عدوى، أو طرق انتشار فيروس سي بمعنى أصح. فيروس سي بينتشر عن طريق الدم من الفيروسات أو الميكروبات اللي بتنتقل عن طريق الدم. طيب يعني إيه؟ يعني أكون حريص لما يحصل أي حاجة لها علاقة بالآلات الحادة، لما أروح لطبيب الأسنان أبقى مطمن تماماً إن هو بيستخدم أدوات معقمة تعقيم كامل. لما أروح أي مكان طبعاً استخدام صفات الضوافر والحاجات اللي ممكن يبقى ليها علاقة بالدم أو حلاقة الدقن أو أي حاجة ممكن تلوث بالدم، هتشيل بمعنى أصح الدم المصاب من المريض، ولو استخدمها بدون تعقيم الشخص السليم يبقى هيتنقل له العدوى. عشان ما يحصل ليش ما يسمى بإعادة العدوى، أو عشان ما تتنقلش العدوى من فرد مثلا من أفراد الأسرة أو من أفراد المجتمع تجيله من حد مصاب، يبقى بناخد بالنا عند الممارسات الطبية. لو رايح أعمل عملية، أعمل لابني أي حاجة فيها جراحة حتى لو كانت بسيطة، طالما إن الجلد ده هينجرح وهيبقى فيه دم أو هيتاخد إجراء نافذ، يبقى لازم الأدوات المستخدمة تكون معقمة تعقيم كامل جدا. يبقى نصيحتي للناس إن أخد بالي علشان العدوى ما تنتشرش. احنا خلاص اتعمل مجهود وتعالج اعداد كبيره جدا، لكن مازال في مجموعه لسه ما اتعالجتش. لو المجموعه دي نشرت الاصابه بالفيروس في المجتمع مره تانية، يبقى هنوصل لنفس النتيجه اللي كنا فيها. احنا عايزين نحافظ على الانجاز اللي حصل. ان شاء الله ربنا يساعدنا في ده. والسلام عليكم ورحمه الله.